طب معلش استاذن اقول لك ازاي يا فندم، بقول كل حاجه معروفه. ايوه وقلتها قبل كده، قلت 750 مليون متر. كم؟ 750 مليون متر مربع. اه هي 175 الف فدان. حلو. فانا بحط رقم تحفظه 750 مليون متر. لو المتر هيقيس ب 100 جنيه ب 75 مليار. لو المتر هيقيس ب 1000 جنيه ب 750 مليار. لو المتر هيقيس ب 10000 جنيه ب 7.5 تريليون جنيه. انا كل اللي نميته شغال في 40000 فدان دلوقتي ل 175، لسه قدامي 135. اه واللي نميته ده يعني لسه في كتير جدا ما اتعملش يعني، مش بس كده. فالنهارده انا بعت ارض وببيع ارض للمطورين، بنيت الحي الحكومي من البيع اللي بعته، بعمل المرافق من البيع اللي بعته، بخليها بالشياكه اللي انت شايفها دي. أيوه. من البيع اللي بعته، ثم بعد كده ان شاء الله اللي عندي كشف البنوك من الشركه، مش انا يعني، شركه العاصمه يعني. ايوه عندها فهمت. وانا قلت برضو الكلام ده قبل كده، 45 مليار وعندها ائتمان واجب السداد 45 مليار، ادي 90 ده كاش. كاش يا فلوس. تقول لي طب ما تجيبهم لنا ناكل بيهم. اقول لك يا يوسف، انا بعمل كيانات اقتصاديه عشان افضل اغني يعني، أغني هنا وهنا وهنا في العالمين، وفي بني سويف وفي المنيا وفي الأقصر وفي أسوان وفي الجلالة وفي شرق بورسعيد وفي رأس الحكمة وفي العاصمة وفي المنصورة الجديدة وفي رشيد الجديدة، ببني كيانات تجيب فلوس وتخلي أصول البلد دي بعد ما كانت كلها عبارة عن القاهرة القديمة أو كده، أو حتى القاهرة الجديدة. لا أنا بقول لك، لو أنت جبت المتر، لو قلت المتر ب 1000 جنيه 750 مليار، لو أنت قلت المتر ب 10000 يبقى 7.5 تريليون جنيه. طبعا تقول لي طب أنت ممكن تبيعهم دلوقتي بالمبلغ ده؟ أقول لك لا يا يوسف، لكن ده يعني ممكن حاجة على 10 سنين اللي جايين، إيه ال 15 سنة الجايين، بس أنت أوجدتهم بفضل الله. لكن لو كنتش عملت ده كنت هتفضل زي ما انت كده. يبقى انا عملت عاصمه، اديت انطباع للمصريين ان بلد يفرحوا ببلدهم ويحسوا ان بلدهم قويه وقادره، وفي نفس الوقت ما دفعتش حاجه. وبقى ليا دخل اقدر للاجيال القادمه اقول ايه عندي هنا، اقدر كل سنه اخد لي من الارض دي 100 مليون 100 مليار 200 مليار حسب قدرتي على بناء نقاط جذب.